مايونيز. تعالوا مع بعض نعمل مايونيز، دي المره العاشره يمكن اللي نعمل مايونيز مع بعض، ولسه امبارح جالي سؤال مايونيز الثمان ثواني، فاكرينه التحدي؟ جاهزين نعمل مايونيز الثمان ثواني؟ هيا بنا. هاتوا خلاص نشيل دي. عجبتكم طريقه التنظيف دي يا كنترول؟ حلوه وكمان موفره وصحيه، في ناس عندها حساسيه من الكيماويات. طيب بالنسبه للمايونيز عندنا الاتي: كوبايتين زيت، ممكن تختصروا الكمية للنص يعني كوباية زيت، دول كوبايتين بيضتين، معلقة صغيرة مستردة، معلقة صغيرة خل، نص معلقة سكر، ونص معلقة ملح. هناخد دلوقتي، كان عندي حاجة بخلط فيها المايونيز أهي. من أسباب فشل أو نجاح المايونيز عمق السوائل، إذا خدوا حاجة ضيقة بيطلع فيها السائل لفوق، ومش هنستخدم مضرب السلك، احنا هنستخدم الهاند بلندر. هتبتدوا تعدوا بعد ما احط كل المكونات، اوكي؟ ادي كوبايتين الزيت، احفظوها يا مشاهدين واحفظوها يا كنترول. كوبايتين من الزيت، وبيضتين، وهنحط معلقه صغيره ماسترد، معلقه اللي هو خردل، معلقة صغيرة خل، نص معلقة سكر، ونص معلقة ملح. جاهزين؟ هيا بنا. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. عندنا ايه؟ عندنا مايونيز في 10 ثواني. مايونيز ده ولا مش مايونيز؟ ده احلى مايونيز، واغلى مايونيز بيبقى موجود في السوبر ماركت، بيبقى مكتوب عليه اج مايو، ريل اج مايو. يعني ايه؟ هم المايونيز اللي انتوا تشوفوه في السوبر ماركت ما بيبقاش معمول اصلا من البيض ولا من الزيوت اللي احنا عارفينها ومطمنين لها وبنستخدمها في بيوتنا، بيبقى في مواد حافظه وفي حاجات كتير. مش غلط استخدامه، بس مش غلط انه احنا نعمله بطريقه موفره. الكميه دي هتبقى غاليه جدا، ونحطه احنا في علبه اهو. بصوا المايونيز البيتي علبه كده، ده جورميه مايونيز. جورميه هي الكلمه اللي بتتقال على الحاجات الهاند ميد اللي معموله بمكونات صحيه، ومكونات احنا عارفين مصدرها وبتتعمل بطريقه بسيطه. ده جورميه مايونيز، من غير ما نقول ده صعب وده سهل. زيت وبيض، شويه خردل، شويه خل، شويه سكر، شويه ملح، وبقى عندنا احلى مايونيز.